نزلنا الشارع وسألنا الناس أي طعم شيبسي من الخمسة الجداد هيختاروه، وطلبنا منهم يثبتوا لنا حبهم لطعم اللي اختاروه وصوتوا له أكتر بتحديات مختلفة. اخترت أني طعم من أطعمة شيبسي الجديدة؟ اخترت الشيبسي بطعم إيه؟ Which flavor do you want؟ اخترت الشيبسي بطعم إيه؟ طعم الصلصة اليابانية. الصلصة اليابانية. برازيل. صلصة يابانية. صلصة يابانية. شيبسي بالصلصة اليابانية. No Brazil. Are you sure? Brazil. صلصة اليابانية. شيبسي صلصة اليابانية. Where are you from? Japan. اشمعنى صلصة اليابانية؟ أولا طعمها عجبني أكيد يعني. تاني حاجة، مش يمكن لما ناكل الصلصة الياباني كتير في يوم من الأيام نبقى زي اليابان؟ جاهز للتحدي الياباني؟ جاهز طبعا. أوكي. جاهز. جاهز. جاهز أوي. جاهز. دي العصيان بتاعت الأكل الياباني، المطلوب منك إنك تشرب الصلصة دي على بق واحد. أنا خلاص ده كله في بق واحد. أكيد بقول أي كلام. دي أصغر عصيان إحنا لقيناها في السوق، هتحاول تمسك بيها شيبسيات شيبسيات تحطها في الصوص الياباني، كل واحدة تعرف تعملها صح هتتحسب لك بصوت لصالح الطعم اللي أنت اخترته. وداخل على الدب وبينجح فعلا. الله الله ايوه بقى حته بقى ايه. شوفوا المهاره يا جماعه، بصوا التمرينات اتعلموا. انت رحت اليابان كم مره؟ على فكره انا مش شايف. انت بتقلبيهم صح؟ حركات مميزه من الحاج طارق، بيرمي الشيبسيايه في طبق الصلصه وبيمسكها تاني وبيرميها المره. انت قتلت الشيبسيايه يا حاج. يا سيدي هنسبح في الطبق. هنسبح في الطبق. لازم تدوقه بقى من ايديا كده. ايوه واحده بالصلصه اليابانيه. اختار الشيبسي بالصلصه الياباني عشان يكمل معانا. الصلصه اليابانيه. قولوا لنا انتوا هتختاروا ايه وصوتوا على 60 60 علشان طعمك المفضل يكمل معانا. صوت 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 صوت